عسلامة، مساء النور، أهلا وسهلا بكم على نسمة جديدة في برنامجكم الجديد أنت الحب. برنامج باش تلقاو إن شاء الله كل جمعة في الليل سويعة، باش نحكيو فيها برشا حكايات تعملوا عليها 66 كيف. نسمة جديدة وبرنامج جديد، قلنا برا نسهروهم نهار الجمعة هكاك تكونوا كملتوا المسلسلات الكل، وانا نعرف اللي تحبوا ديما تتبعوا مسلسلات نسمة، وبعد يطل عليكم أنت الحب كل جمعة بحكايات تاع برشا توانسة كيف وكيفكم، وتنحكي لكم عليهم وتو بشوية بشوية تكتشفوا مفهوم وموضوع برنامجنا جديد. لكن في البداية، وبما أنه عنا 7 أشهر ما تقابلناش، حبيت نقول لكم يعطيكم الصحة، شكرا لتوانسة الكل باسمي وباسم عائلة نسمة جديدة الموسعة، يعطيكم ألف صحة اللي سلتوا علينا في فترة الغلق والغياب والعودة، وهنا إن شاء الله كل مرة نرجع لكم بحاجة جديدة ومن بينها برنامجنا أنت الحب. أما قبل ما نستقبل ضيوفي في الحلقة الأولى، نستسمحكم في دقيقتين، عندي حكاية شخصية شوية نحب نحكيها. حبيت نحكي لكم على المرأة العظيمة اللي باش تشوفوها ورايا في الإكران، صلوحة، صلحلح، شكيرة للأحباب والأصحاب، أمي، روحي، عمري، الله يرحمها. منيش باش نحكي على 40 سنة عشتهم معاها في برشا خير ومحبة، حبيت نحكي فقط على العام وجمعتين الاخرانين اللي عشناهم مع بعضنا، 381 يوم بالضبط، 381 يوم من 27 فيفري 2021 ل 15 مارس 2022 تاريخ رحيلها، وهذه كانت ايامات المعركة متاعها، ذولي برشا تعرفتوا عليها وعرفتوا المعركة هذه. حبيت فقط قول لكم انه امي في المعركة هذه وهالايامات هذوما علمتني وعطتني زوز دروس. درس الاول، عمرك ما تسلم وعمرك ما تستسلم وعمرك ما ترمي المنديل، مهما كانت العركة صعيبة وقوية وقاسية لازم توصل، مهما كانت النتيجة يكفيك شرف انك خضتها بقوة وبعزيمة. والدرس الثاني وهو الأهم، انه في النوع هذا من العرك وحدهم المحبة والحب هما أسلحتنا اللي عمرهم ما يخذلونا وعمرهم ما يخونونا. إدولا، ومن هنايا جات فكرة البرنامج. قلت كيما صالحة وحسين في تونس فما عشرات المئات والألاف، وفما خير منهم، فما ناس يعرفوا يحبوا في زمن ما عادش فيه كلمة حب تقضي المصالح، ناس توانسة كيفنا ما خير منا خطرهم ما يحشموش من كلمة نحبك، توانسة كيفنا ما خير منا خطرهم ما يبخلوش كلمة نحبك، وتوانسة كيفنا أما خير منا خطرهم اختاروا المحبة عملة ليهم في زمن ما عادش المحبة تقضي المصالح. ومن هنا جات فكرة أنت الحب كل جمعة، باش نستأذنوهم نمشوا لديارهم ونصوروهم ونجيبوهم حذانا في البلاتو، ناخذوا من عندهم برشا دروس وبرشا ميساجات وبرشا حكايات على الدنيا، وخاصة ناخذوا من عندهم برشا قيمته. وبعد نعطيكم نمرو اللي باش نجموا من خلاله وانتم زاده تجيو حذانا ضيوف وتحكيوا لنا قصص المحبه نتاعكم. وكما قلنا باش تختلف شويه الحكايه، كل مره باش نحكيوا لكم حكايه من بلاصه من جهه، نزوروا تونس الكل تو تشوفوا كل مره حكايتنا فيها معنى خاص وخاص جدا. وانا سعيد جدا اني نبداو مع بعضنا هالبرنامج بحكايه ما عادش موجود منها. كانوا فما روميو جولييت، قيس وليلى، عنتر وعبلة، واليوم باش تعرفوا معانا في الحلقة الأولى من برنامج أنت الحب على عايدة وسالم. عسلامة عايدة. عسلامة حسين، مرحبا بيك ومرحبا باللي يتفرجوا فينا كله. ميرسي على الكونسيبت المزيان، خاطر كي نقولوا الحب نقولوا حياة. عسلامة سالم. الله يسلمك، عايشك. يعطيكم الصحة ساعة اللي قبلتوا دعوتنا، وشكراً اللي فتحتوا لنا داركم. مش نرجع نحكي معاكم باش العباد تفهم أكثر الحكاية، احنا جينا حذاكم من نابل، انتم ما جيتونا من نابل؟ اي جينيكم من نابل. باهي، الطقس توا قرب البحر، سافا جو في نابل، مغرومين بالبحر خاطر انتم. احنا نسيب فستان عموماً وسيل. خلينا نمشي واحنا لدار عايدة وسالم، احنا زرناهم في نابل وعدينا معاهم النهار، التصوير لمحمد عطروس وامين البرني والمونتاج لعبد المنعم صقر. نشوفهم بعضنا التقرير وبعد نرجع نكملوا معاكم في انت الحب.
في برشا حالات الدنيا تكون قاسية على البشر، تحرموا من برشا حاجات، التعبوا، لكن في نهاية الرحلة وبرشا محبة النتيجة تكون الوصول سلامات البر الأمان. وهذا فعلا ملخص صحيح لحكاية عايدة وسالم، اللي على قد ما الدنيا قسات عليهم إلا أنه وبفضل حبهم الكبير والعجيب والغريب في نفس الوقت نجموا يقلبوا كل الظروف لصالحهم. أنا ديما نقول أنا مرة محظوظة على الأخر، خاطر إنك عرفت من وقتها كنت نحس اللي أنا ملكت الشمس والدنيا والقمرة والعالم كله، حسيته ملكي دايا بالمحبة متاع سالم ليا. يعني أنا حتى قبل كنت عندي ثقة في روحي كبيرة وكل شيء، مي كي أنا أكثر إنسان هو كي ألو بونور، إنسان كي أم وكي سوغا أمي. دوكو انا وقتها حسيت فرحه بالعمل، وقتها كنت نخاف، نقول له نخاف هذه نحسها حلمه، يعني من الاول كي عرفت سين وقتها جيتي في الفنتين انا عمري وقت. دوكو وزيد اللي هنا علاش خليني قلت الكلمه ذيك في المرضى متاعي، مش نحكي على الهانديكاب، ما كانش مقلقني ولا انا ما عنديش دين، خاطر وليت دخلت في الكوتيديان تاع سالم شنو يعمل لي، وليت في الكوتيديان ما عادش مقلقتنا، سالم يعرف شنو يقد لي، انا نعرف كيفاش فين نقعد وكيفاش يزم يقد لي وكيفاش يلبسني بروتيزي، يعني سي لو كوتيديان. ايما المرضى نتاعي عرفتني اللي سالم قداش يحبني بحق. مرضى نتاعي كانت يعني مرضى قويه برشا وفيها بوكو دي سيمبتوم اللي خايبين بالنسبه حتى المراه كيف هي تبدا تشانج وحدها. باغ كونتخ انا كان زين يقول لي كل شيء، كي راني انا متقلقه هو يقول لي مش راني مقلقك، لا صدا ولون باسيون مونتيك، نقول له انا برا بلي برا شوف خذ امراه خذ امراه اخرى، يقول لي اذا كان اذا كان يقول لي كان جيت انا ممكن في يوم من مش نخمم ناخذ امراه مش تو ما عمري ما خمشني خمرة أخرى. المرضى متاعي حسيتني المحبة متاع سالم هو، وفرصت عمليتي كيفاش كان وجهه كي خرجت من الأوبيراسيون، فهريته كيفاش كلم أصحابنا القراب والبعض، الخوف متاعو علي، ومرة أخرى زيد عملنا أكسيدون كيفاش أنا وقتها يعني دخت فقدت الوعي شوية، هو يقول لي نسمع فيه قايم فيه يقول لي بسم الله حبي ليه قوم قوم، معناها يعني أنا حتى وأنا مش في الكونسيس كليم طلع انكونسيامون، ممكن انا سمعته ما كانش مبرمج، يعني في برشا حاجات يخليني انا ديما متاكده 100% اللي انا اكثر مراه متاكده اللي رجلها يحبها على الاخر. فما عباد فهمتني راي فهمني مرته تمرض الى واحد يبعد عليها ويقول لك نحبها وجايب صغار وكذا، فهمني راه ريت انا برشا قدام عينيا كذا، فهمني اقل مرضى فهمني صاي فهمني حتى تمرض باعصابها كذا طلقتو. انا مستعد كانت انتم قادرين على الحكايه باش تقصوا لي يدي وتعطيهم لنورمال من اول مره، ما غير كذبه دايره، اذا كان ثم طبيب قادر هو باش يعمل العمليه هذه يعملها تفضل يعملها. يقول لي ديما من اول ما عرفني ديما يقول لي فيها، يقول لي وقتها وقت نحكي وبعد ساعات انا في الكونتكست نتاع زرع الاعضاء وكل شيء، يقول له عمليه صعبه على الاخر، قال لي انا نتمنى كان جيت، معناها من اول ما عرفني سين قلت نتمنى كان جيت تنجم انت تاخذ يد من يديا، هكا يد انا نجم نستعملها، وحتى كي نبدا بعيد عليك هون يدي عندك نجم تستعملها. في سن 5 سنين وبسبب حادث كهربائي عايدة تفقد يديها الزوز وساقها، ومن وقتها بدأت رحلة التحدي ضد الظروف وصعوبات القدر. أنا وقتها عمري 5 سنين بعد عيد ميلادي 15 يوم، خرجت نلعب أنا وأخويا وولاد عمي كل شيء فوق الصح، وفيت كنت أنا مغرومة ياسر إني نلعب مع الموين صغير. يا أخي بعديك هزيت العصا متاع الغيدويت، هي ديجا العصا وقتها يعني جسم ناقل كما نقولوا للضب. يا اخي انا هزيت هكا العصا، والوقت الضو مش مغلف دون لو طون في 84 نحكي لك 23 نوفمبر 1984 فيت لاكسيدون تاعي. يا اخي وقت هضر الميكرو تحت خويا يقول لي قوم عايدة قوم، انا ما نجمش اقوم. مشاو هزوني وقت السبيطار نيبل، بعديك مشيت عزيز عثمان تليب تلمع زيت بيه، قعدت خليني في الانعاش كان زوغي يحاول يعمل يعني يعاود رينوفيلمون تاع الدوره الدمويه. أغلي مساج بصال بغيلوغ دي فيبر سانغين، دونك معاش نجمو كون يعملو لامبيوتاسيون، ويزم لي بارونتي ويفقو باش يعملو لامبيوتاسيون بوغ يفيفغ، دونك هيكا لي شنو أثر. بعد يعني صارت لامبيوتاسيون كانت عملية كبيرة برشا، بعد
كملت حياتي نحس عادية راهو أدخليني نعرفش نقول كي خاطر خاطر دخلت ناقرة يعني مع في إيكول نورمال كانت تم تحديات مش ما كانتش مي كنت نكتب أنا نكتب بكدي بكدي يعني خاطري تحفون على الآخر كملت القراية بعديك وصلت سيزيام أني سكوندير كنت ديما الأولى من تالت كلاس بعد أمي بابا طلقوا دخلت في حياتي الدنيا كل يا لوغي أنا وقتها بطلت قراية 12 سنة بعدك وقتها جبت بنتي سلوم عرست بسالم كل شيء هو شجعني على الاخر باش نرجع نقرا وانا ما نسيتش القرايه حتى عام كنت نيتي اني نكمل الباك ونكمل الماجستير اني ان وقتها دخلت في الباك 2010 عادي ثاني تو تو راهو الباك نتاعي تو تو في كل مره كانت الدنيا تظلام عايده وسالم كانوا يلقاو في حبهم برشا نور يعديهم الطريق الصعيب كل مرة كانت الظروف صعيبة كان حبهم هو اللي حللهم برشا بيبان مسكرة وكل مرة كان اليأس يدخل حياتهم كان حبهم هو اللي يزرع لهم برشا أمل في ثنيتهم ريتو هو قديش يحبني من لو لحزنت قلت يا ربي علاش حبني بالطريقة وقتك ندقرها نوالي مش نبكي أكل كان تاع الفرحة قلت ما كانوش حبني بالطريقة ذي عليه راهو فيه حزين ولي تقول لي يا ربي ان شاء الله انا نبر على جيله هو باش ما يحزنش كي انا نبدا علي وعلى جيل بنيتي زيدا يعني سيتي لو كونتكست نتاع اقوى لي ريلاسيون نتاع انك انت عندك بين ربي نحس انا ربي يسمعني راهو ما انا نحس اللي انا جو سوي كوم سا باسكو عندي رساله مش هكيكا مش من عبث اني كنت انا المختاره الوحيده طفله الخمس سنين اني نعمل اكسيدون باسكو فهم معليش ما فهميش حاجه دي عبثا انا قبل مثلا نعرف سالم هو بطبيعته ربي هذاك مقدر اما انا كنت قبل ما نعرفه قول يا ربي لازم نعرس انسان يحبني على الاخر وانا نحبه على الاخر وسيتي جيت سي لا لوا داتراكسيون دي باسكو تحب حاجه من هوني ديك يعني ما كنتش نحس حتى نهار حتى في عركنا حتى ساعات اول ما اول ما بدينا نتعاركوا انا وسالم كنت نقول لهم ليه ما تقدليش كل حاجه قال لي اسمع هاي تو احنا متعاركين نقدلك واحنا متعاركين معني حتى باش يعمل لي حاجه نتعارك ما كانوش بعضنا لكن باش نقدلك حاجه ما تخليش ما تعملها لي دخل هذا غير بالنسبه لعايده سالم مش مجرد زوج او شريك حياه هو يديها وهو ساقيها وبالنسبة لسالم عايدة هي الشخص اللي غير له حياته وخلاه يشوف الدنيا بنظرة فيها برشا أمل وتفاؤل مهما كانت الظروف صعيبة اللي هي صغيرة بكل صغيرة كي جات في مخي و... صغيرة هي فهمتني تعوم في البحر كي جات في مخي قلت هذي كي تكبر شكون بها زيت مشيت سنين وخذيت مرأة على روحي أنا وعرست فهمني وطلقت فهمني وبعد التجأت لذي وكان ما خذيتش هذي ما نخوش حتى مرأة جميل باش ناخذ مرأة هذي تعجبني برشا حكاية قرايتها فهمني وباهية و ديك حاجة مثيل من ما تحشمش يعني يقول لها مش كيسيون تقول حاجتها كيكا يعني نحسك هيرب هيرب بالمو... ما تهربش احكي دغري دغري ليه ما تقولش كيكا ليه بحشم ليه قول يا اخي نورمال كيما تقول قلت لها هذيك فهمني حاجة معروفة حبيتها بطبيعتي يعني علاش حبيتني قاعدة في مخي سؤال صغيرة قاعدة في مخي فهمتني شنو علاش حبيتك؟ فما بشر ياسر علاش حبيتك؟ حبيتك على كل شيء. اي على كل شيء شنو مثلا نعطيني حال؟ شنو اي كنت تقولهم لي علاه ما تحبش تقول تو تحسب؟ باغ اكزومبل نقول له عمرك ما ندمت اللي احنا عرسنا وقت اللي احنا اون سو بلوك في برشا حاجات وقت اللي تي اوبليجي باش يكون معايا اي لا اوفيغ سا في بور موا يكون معايا احنا زوز اعتباره واحد يعني نقول ما ندمتش حتى نهار يقول لي ليه؟ نقول ما جديتكش كيستيون كيفاش باش نعيش ولا كيفاش نقرا ولا كيفاش هو اول فرصه جيت اني انا عرفني نحب نقرا رجعني نقرا خاطر اللي تي ان يلزمنا انverse un peu les rôles تاع شكون انا سيتوياسيون فينانسيير وانا نخدم وباش يكون في سيتوياسيون الاخر مي كما تسالش ولا قال ولا قال زعما كيفاش ناخذها مرتي هذيا كيفاش نعيش ولا كيفاش باش نخدم كيفاش نتلي بالدار وهي كيفاش هيك كل ما جاش في راسه يعني دونك هو
كي تعمل ان بو هكا نعملوا ريكول ونشوفوا الاناليز نقولوا يعني اكل الحب من غير فرونتير من غير ليميت ومن غير تفكير باسكو ميخائيل نعيمة ديجا يقول لك عين الحب عمي متراكم بوزيتيف ان فيت سي سا سيتي سا سي لو فري امور خاطر كي نشوف الكومباسيون كيما تحكي انت مش تكون ريلاسيون دامور ونتاع صغار وكل مي باش تكون هكاك مش دومش لي فانتين داني هذوما والحاجتين. حكاية عايدة وسالم ليها خلاصة واحدة إنه مهما يصير وحده الحب هو اللي ينتصر في الأخير. عايدة وسالم مرحبا بكم مجددا. سرحت عايدة مع ال... كأنك تتفرج في فيلم تعرفهمش زوز ذوكم تتفرج فيهم وبالحق حسيتك حتى في وجهك هكا دي غريماس. وين مشيت عايدة كنت تفرج في روحك؟ حيات هي كي نقولوا 20 ولا 21 عام حيات كابلة. مشيت ما قبل سالم ما بعد سالم يعني عاود عشت تو لي زيموسيون نتاع الفرحة نتاع الحزن نتاع مي كنت حتى كي نقولوا حزن الحزن كان مخلط ديما بالفرحة خاطر المحبة كانت هي اللي تقوينا خاطر المحبة نتاع سالم هي عطتني برشا دنيا عطتني برشا قوة معناها برشا ناس تسأل منين القوة اللي عندك جوستومون ساعة سالم على السلامة ديما تحكي هي أكثر في الدار هكايا و أكيد هي تحكي أكثر هي تحكي يقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة باش نقلبها هنا باش نتعسف عليها وراء كل امرأة عظيمة تو بعد نرجع منين عظمة عايدة ثم بعد برشا تفاصيل ما كشفناهمش في التقرير حبيت نقولهم هنا معاكم يعني تحس بفخر كي تشوف النتيجة وين وصلت سالم بعد تقريب 20 سنة من العرك مع الدنيا ومن المشاكل بالطبيعة هذاك هو فهمني أنا لقيت هذاك الحل من الأول يلزمها ترجع تقرأ وذاك الحل الوحيد فهمني نقعد هي قاعدة ما تقراش ولا نقعد قاعد زادة فهمني مانوش نوصلوا حتى شيء يلزمها ترجع تقرا كسرت راسي انا باش رجعت تقرا لك على الاقل. هذه جوستومون هذه البارتي اللي حبيت نوصلها معاك عايده علاش انت امراه عظيمه؟ نجم تعرف بروحك؟ العباد تفرجوا علاش ما حبيتش نقدمك بصفتك بسيكولوج عامله ماستر في تونس وقاريه في فرنسا وعامله ماستر في فرنسا في اختصاص لا بسيكولوجي دو لونديكاب وانت تقريبا الوحيده في اختصاصك في تونس حبيتهم يتعرفوا على الانسانه قبل كل شيء. احكي لنا شويه يعني كيفاش كانت المحبه بينك وبين سالم هي سبب في انك ترجع تقرا ونافيت نابل تونس كل يوم وبعد مشيت تقرا في الخارج بون انا ملي عرفت سالم يعني عرفته 2001 وديما نقولوا نحب نرجع نقرا نحب نرجع نقرا دونك انا وقت بنتي الكبيره عمرها 3 سنين رجعت نقرا سالم قال لي نشجعك ارجع اقرا قلت له انا باد يعني زلنا نقلبوا الادوار احنا خاطر معناها كي تبدا انت تحب محبه صادقه دوك يزمك تولي تشيخش الحلول شنو هي الحلول باش الكوبل ينجح الكوبل ينجح يصحيح تحبوا بعضكم على الاخر والتحديات نجموا تتعديوها ما كان في مشاكل ومصاعب ميك المحبه وحدها ما تكونش عائله معاها صغار ومعاها برشا حاجات مي احنا كنا كنت عندي هكا انا وسالم نظره نتاع القديم كيس كون فا فيغ مش نقدو هكا يعني ملغي اللي بهتني في سالم واللي حاجه حتى وانا توا بعد نعرف بروحي انا شنو ستاتيو نتاعي بروفيسيونيل اللي بهتني في سالم وبالحق وحسيت هذيك سي تام ميراكل دو ديو اللي ربي بعث لي الحب هذيك الكبير سالته مره معناها نصف في هكا في دي بخون نقول له سالم ليش نسالك عمرك يا اخي ما خممت تقول معناها حبيت المراه ذي وعرست بها اخي ما قلتش كيفاش باش نخدم انا وهي تقعد في الدار وشكون بهذايا وكل قلت له دي كيستيون ما جاوكش في راسي قولي عايده صدقني ما جاوش في راسي ابقى لي هنا سالم لانه توا برشا شي يتفرجوا عايده فقدت يديها الزوز عندها بروتيز في ساقها اليسار يعني ما قول لك ماهوش حب شفقه سخفته وفما خيط رفيع برشا بين المحبه وسمحني يعني ما حبت العباد يوصل لها الحكايه كامله يعني هذا مستحيل باش تطلع كاي شفقه هذه ما مي حتى بشر مدون فيها حتى كان تكون شفقه مدون فيها حد راه يكذب عليك يقول لك راني مدون فيها عام اثنين ثلاثه اربعه ما يجي نهار ويقلق اما هذه امراه انا نحبها مش نورمال فهمني لا اكثر اقل
وجايب منها صغار وجايب منها كذا وما زلت نعيش معاها وان شاء الله نموتوا مع بعضنا. لطف عليكم. ثلاثة بنوتات باش ما نخليها لحد. ثلاثة بنوتات عايدة؟ أي عنا ثلاثة بنوتات وكل واحدة فيهم عندها قصة محبة محليهم زينة. وأنا باش نقول حاجة بدات ما قلتهاش أنا في الغبقتاجة باش نقولها اليوم نحب ناس كل تسمعها رو اللي أنا خليني نحب سالم على الأخر على الأخر أنا هو كلامه وطريقة عشقه لي يعني بالحق. شنو هو شو يقول لك؟ كليم لحن يتربش بيك شنو انا عرفته انا جيتي في الفانتين يعني في الفانتين وقتها 2001 عمري 22 عام انا وقتها دونك وقتها سيلم قل لي الكليم الحلو اللي تتمنى اي امراه تسمع في الدنيا معناها ما ينجمش يكون هذاك شفقه تصرفاته معايا في كل شيء ما ينجمش يكون زفقة. في كل نهار نسمع كلام محبة في كل نهار نسمع لي أنا محليني في كل قصة نتاع شعري يقول لي محلي هو يختار كولر تاع شعري هو يقول لي مريول هذا حلو هذا ليه احنا زوز كيما بعضنا أنا نقول له زيد ليه مريول هذا نحي ما عجبنيش معني مشي نحي معني احنا اون بارتاج برشا حاجات. علاش سألت النقطة هذه لأنه نستغل حضورك بسيكولوج يعني أخصائية نفسانية ما سي فري حكيت محبتكم بحلاها وان شاء الله توصل للتوانسه وتكونوا نموذج للناس اللي تحبها مع بعضها بمحبه صحيحه اما اليوم انت تمثل نظره المجتمع زاده للانسان المعاق يعني هذاك علاش سالته اليوم يعني نعرفوا نغزروا للانسان صاحب الاعاقه بالنظره الصحيحه نغزروا له الفكر نغزروا له الشخص نغزروا له الشهاده العلميه نغزروا له حتى الاحاسيس اللي يحملها ولا نغزروا له مسكين يده مقصوصه مسكين في كروسه خاطر ما نعرفوش مازلنا ما تعلمناش ربما نغزروا للعباد هذوما. باش ننطلق من بواكا بسيكولوج تو باش نحكي افيت انا كبسيكولوج باش نقول اللي انت ما تنجمش تبدل واقع لكن انت تنجم تبدل من روحك هذه الحاجه الاولى انت تنجم تقنع الاخر خاطر الاخر يشوفك كيما تشوف روحك نفس النظره اللي تشوف فيها روحك في المرايه نفس المحبه اللي تحب ليها روحك كيفاش ترى روحك اسكو انت مزيان ماكش مزيان تو تفالوريز وتقول انا محليني وننجم ونكون ونعمل سورتو نجم ونكون ونعمل سي با زعما نجم في ليزيتاسيون زعما ما نجمش الاخر باش تعدي له نفس الميساج دوكو اذا كان انت كنت هكيكا الاخر باش يشوفك اللي انت قادر والاخر مش باش يشوف لونديكاب نتاعك مهما كانت لو دوغري دو لونديكاب نتاعك فيزيبل لهنا معناه في السوسيتي بتاعنا بديت شويه تتبدل العقليه نحو اني ننظر للاخر رغم اختلافه ولا الاعاقه نتاعو انه قادر انه كومبيتون انه ينجم يوصل لمراحل بعيده لكن اول حاجه لازمك تكون عندك شعله من الايمان باش نجم تقدم وتنجم تغزى انا في العلاقه بتاعي بسير باش نرجع لك شو لهنا جو سوي اون دوبل كاسكيت لا غالب جو بوغي اتر هكا انه سالم شيف الروح اللي في عايدة شيف النظرة متاع عايدة الروحة وهذيك اللي تعديت له هو اللي مش نعمله أناليز تو هو راجلي مش نعمله شوية تحليل هو تعملك هكا سنة تعملك هكا في الدار تبدأ تصرفاتك وتحلل مشكلة تعيش مع بسيكاناليست في الدار روا عايدة راك كليت لي الوقت وما قلتش أنت اليوم صاحب الدوبل ماستيغ أون بسيكولوجي جو سوي أي عندي أنا ماستيغ أون بسيكولوجي دو ديفلوبمون إي دو لودي من كليه 9 افريل وعندي بسيكولوجي دو لونديكاب اي دو ديفلوبمون اي دو لادوليسونس لايف سبان الكل من لونيفرسيتي دو بوردو وانا جو سوي بسيكولوج فورماتور زيد جي في بوكو دو فورماسيون في الاوتيزم في الكوميونيكاسيون كومون جيري لو ستريس ديناميك دو جروب الدنيا الكل يعني سورتو حكيت ستريس هذايا كنوريكم الديسكسيون بيني انا وعايده في الايام الاخرى يعني نقدم لكم بسيكولوج الشخصي نتاعي سالم برشا رجال يبغضوا نساهم في قرايتهم فما رجال ما تحبش مجتمعنا شرقي ومازال عندنا عقليه يقول لك لا ما تحبش مرتي ناخوش مراه قاريه اكثر مني ما ناخوش مراه بوستها خير مني كيفاش باش يغزروا لي انت جيت للقاعده هذه وكسرتها بطريقه محلاها بصراحه ماني مره تعدينا بكري في نسمه شو قلت لي؟ تعدينا في نسمه بكري في ذاك المرسول ومشيت مره فهمني مشوى فهمني تاع يذبحوا ويبيعوا
وقفت نلقى المرأة وراجلها فهمني. قال لي غليت علينا الخبز يا أخويا. قالت لي المرأة فهمني، قالت آه ورجال ولا شوية يتعاركوا فهمني جرفيان. إيه وديش بينا وطول شوية يتعاركوا فهمني. أنت قلت تعديتوا في نسمة، وقتاش تعدينا؟ في ماي 2012 في جيك المرسول. أنا عملت أوماج لسالم وقتها، أنا في اليونيفرسيتي وقتها. نجمو نشوفوا لقطة من الباساج نتاعكم في برنامج؟ يلا شوفوا بعدنا سالم وعايدة مشوا المرة يجيو الناس ما جاو قبل في عام 2012 مع طيب وفريق جيك المرسول. احنا قلنا خلنا نذكروهم شوية بالباساج الأولاني نتاعهم معنا في نسمة. باش نقول له اللي أنا حياتي بديت معاك وتولدت أنا معاك واللي أنت كملت لي النقص اللي عطاهولي ربي واللي انا رضيت به رغم المصاعب، لكن انت خليتني ما عادش نحس به النقص اللي انت يديا وساقي اللي انا ما عنديش. مولفه تقولي هذا الشيء؟ مولفه تقولي له هذا الشيء في الدار؟ ما نقولهولوش برشا، لكن انا حبيت نقولوله قدام تونس الكل، خاطر هو يستحق باش يكون نقولوله قدام تونس الكل. حب نقوله اللي هو الدنيا الكل واللي انا نحبه برشا برشا، ونتمنى من عند ربي اني انا نولي نخدم ونوليو عنا مورد رزق باش نرتحوا شوية وباش صغاري يوليو يعيشوا كيما العبيد الكل. إن شاء الله إن شاء الله. عايدة شو استرجعت بالبتي باساج هذايا؟ وقتها كان الحق نتاع إيميون حسك برشا تعب وقتها. أنا النافي يعني تونس نابل سيد لا فولي جو سي، خاطر برشا عبيد يعني قلت لهم أني خديت الباك، قلت لهم باش نعمل بسيكولوجي في تونس. قالوا كيفاش تنافي نابل وبنتي بيبي يعني أنا وسالم يقوم لربع يوصلني المحطة نتاع الكار ونمشي وحدي ونمطر تصب علي. مي كنت ننسى التعب هيك الكل والتحديات اللي صارت لي الكل. وقت اللي أنا نكون ننجح من البرنسيبال في البروموسيون ونجيب بوانيت بالجديد دونك ننساه ونعاود كي العادة غبلوت والعام اللي بعد والعام يعني. أما كنت بالحق وقت انا ديجا معناها في اليونيفرسيتي، اما وقت حبيت نشكر سيدي برشا خاطر عملت التروزيام اني نتاعي في الفاكولتي. سالم كان يوصلني الفاك ويقعد يستنيني غادي، خاطر انا تعبت ما عادش نجم يعني نمشي نشوف ما ديكور يلزمني نحضرهم مع الستاج والكل، دونك يقعد العشيه بحري. سؤال، اليوم في بلاد تعرف اكبر نسب طلاق؟ انا جبت معايا الارقام في 2019 تقريبا وصلنا 2020 46 حالة طلاق يوميا في تونس. عنا عباد ورجال يطلقوا نساهم خطر مرضوا، عنا شكون طلق مرته خطر مرضت بالسرطان عفى الله الجميع، عنا شكون طيش مرته. انت قلتها في الروبورتاج، قلت برشا كي تمرض مرته يطيش. شو عملتوا؟ اعطيوني السر، خلنا نخرجوا بحاجة في حلقة. شنو هو السر اليوم سالم وعايدة بشعلة الحب بيناتكم وهالعشرة قاعدت موجودة طيلة أنا هسن. أمي وقت اللي توفيت الله يرحمها فهمني خلت لي دار فهمني، وكانت عندي كهرباء بارتنير فهمني. وقت اللي مرضت عايدة بعتها مزوز ورضيت نعيش في دار الكرهبة باش نداويها هي ونرجعها كيما كانت فهمني. هو كان يدعي يقول حتى باش الفلوس كلهم في عايدة تقعد. عايدة نقولوا السر الآخر اللي في حياتكم. عايدة أنت ما يسمى أيضا tu es une survivante. أنت مرضت بالسرطان وعملت شيميو وعملت العمليات وقاومت ومنعت، وسالم كان له دور كبير في هذا. احكي لنا كيفاش كي كنتوا تبداو مروحين من الشيميو يوقف الكهرباء هكا في الشوارع ويهبط يقلع لك الحشيش باش يغلي لك، احكي لنا شوي. اي انا خاطر وقتك عملت الشيميو والكل كنت صعيبه برشا، وهو سالم معايا وقتها يقول لي شنو يغزر الوجه قاعد يتبدل، يقول لي فاش تحس وانا نقول له سافا. هو ممكن معناه يعرفني بالقدا، انا مانيش سافا يعني عشت التجربه ذيك صعيبه برشا، خاطر كي تحس نار يعني تمشي مش حاجه سهله. مي ما نحبش نوريه باش هو ما يحزنش، خاطر ديجا نغزر وجهه لونه هكا لونه كي القاع يعني لونه اكحل. معني قص على حديثك انا فهمني شيميو ما خليتهاش تكمله راني. اي نزلت عليها كان بالحشيش فهمني. اي ما هذا راهو ما يسمنيش نوافقك فيه يعني نحترموا اراء الاطباء. اي اختيار هذا فهمني. انا جيت باش تعمل العمليه قال لي لازم شيميو فهمني كذا. بون انا وقتها فهمني داويتها بالعربي فهمني نقصت فيه باش خاطر بالاول ما نجموش نعملوا العمليه خاطر كبير، بعد نقصت فيه كان بالعربي. انا اللفعه وكلتها حسيك الحنش عقرب الحشيش اللي خلقها ربي ريتو اللي خلقها ربي الكل نعرفه ولا ما نعرفهاش غلي وش. كيفاش في الثنيت بداو مروحين من تونس توقف تدخل الواجهة يقف تهبط تلقى تحشيش من الحشيش الحشيش كي نعرفها غريبة في النحا
فهمني. يعني نرجع لك لكلمتك اليوم في الكوبلوات والمشاكل والعرك والطليق يعني عندنا حتى فصول قانونية، لأن اتصلت بمحامين في اثنين الاعداد يعني البرنامج يقول لك لعدم قيام الزوجة بمهامها الزوجية، فما شكون يمشي يقدم قضية بالطليق للضرر. أنت اليوم قلت كلمة، نعرفوا قيمة الكوبل وقيمة المحبة في الأزمة. كل شيء في الدنيا هذه يصير من بيناتنا، هذه حاجة اسمها طلاق صادق. الطلاق معنا ما نعرفوش، نعرفوا فما تفرقنا حاجة بركية الموت، كان موت أنا ولا هي ولا العربة. لطف عليكم. تبيع جينا. فقط أنا نفتح قوس يعني في الكلام، دونك هذا اختيار منهم مشاوش يعني للعلاج العادي متاع المرض السرطان. دوينا نحن بالطب. دوينا أما معناها أنا وقت اللي حاجة ما نجمتهاش خاطر أنا أول حاجة جيبا العروق في داي. وزيد صعيب عليا وكملت راني وانا مره في الراديو ثيرابي انا وسالم وفما مراه قابلتني غادي هي عندها كونسي، قالت لي هي قعدت تغزل، قالت لي هذيك راجلك تفرجت فيكم، قلت لها اي، قالت لي في بالك ان راجلي طلقني بجوز صغار خاطر هي عندها كونسير دو سان، شرط تكون تسمع فيا، هي في ستاتيو سوسيال مش نقول الاسم لا حد جاي، مي قالت لي ريتو كيفاش ليه بيك انا، قالت لي باتت، قلت لها ما نعيش اختي، قول ما شاء الله ربي يخليك، باسكو مش تقول انا بسيكولوج من امن من امن، خاطر علاش سي في سوسيتي نتاعنا، مش حتى كان في سوسيتي نتاعنا، راه سوسيتي تونيزيه نتاعنا كيما لي سوسيتي الاخرين، حتى وقت احنا في فرنسا سي كيلكو شوز دو بيزار دو واو دو اكسيلون. يعني لاسيستونت سوسيال في فرنسا كي جاتني للدار قالت لي هكا الي لي مون الي لي دون فاميليال الي لو ماري، قالت لي يفي بوكو دو رول مدام عايده، معناها هي والله بالحق كما قال هو، قالت له كالمراه نتاع المشوى يعني غليتوا عليهم الخبز اليوم برشا كوبلويت شو اللي ريت شو عامل لها مع بادي هبطوا فهمني ستاتي كيف فهمني اللي انا مهبول اي فهم مهبول اي فهم شكون خاطر تحب مرتك اي ولا لا يكذب ولا يكذب خاطر عندها فلوس مش نكذب لا هذه سمعتها انا ماني عنده برشا فلوس والله انا للامانه زرتهم راهو ما عندهمش الفلوس اشاعات يا ربي يعني يا ربي يفتح عليهم اسمعني تحبني على هبالي وانا نحب على هبالي واحنا عايشين هكاك وشيخين زاد شيخين مش نورمال عندي سؤال ما عادش عندي برشا وقت والله ماذا بيا تتوالى عايده منين تجيب فيه الامل؟ هل 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 الحب نتاع الحياه خليك تكون درس للتوانسه اليوم؟ اللي صار لك لومبوتاسيون تفقد الاعضاء نتاعك، مشاكل اخرى خلال شبابك، بعد مرض السرطان، الحياه ما كانتش طيبه معاكم، يعني الوضع ديما صعيب صعيب برشا صعيب برشا، كيفاش عايده قادره اليوم ان هذا كل تحطه على جنب وتربي بنياتها وترافقني انا كبسيكولوج هالنهارين اللي تعرفت فيك عليهم؟ يعني بالحق عاد برشا توانسه اليوم يراو فيك شمعه شعلت في ثنيه فيها برشا ظلام. باهي وهي في كل ظلمه مستحيل مش موجود بصيص نور، في كل ديجور لازم باش نلقاو حتى نقطه نور. اذا كان انت كانسان مهما كنت انت ومهما كان ظروفك والمشاكل اللي عندك، إذا كان بالطبيعة ما لوجتش وما ريتش وما انتبهتش سيغتو للنور، نقطة النور اللي موجودة في الظلمة الحالكة اللي في حياتك، راك كي تغزر للظلمة ماكش باش تقدم. أون فيت مي كي تغزر لنقطة النور باش تتبعها هي باش توجهك. تحكي هكا بالصعيب في الدار ساعات سالم ساعات؟ أكيد. تتبعها ولا تقلق منها؟ و... ما نقلقش. يتقلق منها عايدة؟ ما نقلقش. كل حاجة اللي خلق معاها لا. أنا 24 مع بعضنا الساعة. ديما عملت شريط كوبل 24 ساعة مع بعضهم في الليل. شنو رأيك؟ نقعد في قهاوي ما نحبش قعدة القهوة جملة. احنا تعرف شو سميناها ماو الباساج نتاعكم؟ عايدة وسالم دو زونا. خاطر أنت قلت هالكلمة وقت اللي صورنا معك، يعني شو تقصد بها احنا دو زونا؟ دو زونا خاطر احنا يعني علاش سميت دو زونا؟ خاطر وقت اللي مثلا ولادي نبداو احنا زوز في الدار، يا زوز في الدار يا زوز خارج الدار، يا احنا زوز في الدوش رانا زوز في الدوش، رانا في اي بلاصه نكونوا زوز. يعني هذاك هو دو زونا، بريسك احنا ساعه نتشاوروا في كل شيء ونحكيوا في كل شيء، وحتى زوز نبداو مختلفين في رأي لازمنا نسمعوا بعضنا، كل واحد وجهه نظره شنيا. ف
فاكر ماكن في هدايا الكل باش نقول للتوانسه كيفاش المحبه هذيا اللي انت سالتولي السؤال باش نجاوبك عليه توا. كيفاش؟ خليه يكون اخر سؤال، كيفاش عايده وسالم حافظتوا على المحبه قويتوها؟ شفنا باساجكم عام 2012، نحس المحبه ومش نحس انا يعني ولينا اصحاب وتوا عشره توا يامي، يعني نحس المحبه كبرت. الكوبلوات اللي ساعات مشكله في المكتب حتى متولدهم تهزهم وشو هو نصيحتكم ليهم اليوم؟ شو الدرس اللي نجموا؟ شو هي القيمه اللي تحبوا تعديوها لهم؟ انا نحب اقول لهم حاجه هي كبيره وصغيره، تنطلق من حاجه صغيره لكن هي تولي كبيره. نقول لهم حاول انك ديما تجدد حبك، حاول انك ديما تعيش الحب. كيفاش باش تقول لي كيفاش نعيش الحب؟ ملغي انت تبدا في الديفيكولتي الكل، امشي للبلاصه اللي اول مره فيها قبلت المحبه نتاعك، حاول امشي ارجع الاماكن هيك، كون انت كان كنت انت مراه حاول انك تجبد شريك حياتك للانفيرونمون اللي هو يكون فيه برشا حاجات بوزيتيف، ما تحاولش تكون نكديه. مش نقول لكم ما تعاركوش، لي كوب الكل يتعاركوا تصير ما بيناتهم مناوشات ويتغشوا الكل، لكن ديما حاول جدد. ليش كنت تقول انت الحب عايده؟ قول انت الحب لسالم، مش هو الحب برك، هو الحب هو حياتي هو دنيتي هو الامل هو كل شيء كل شيء. ما نجمش نوصف سالم خاطر تيقف العبارات، رغم اللي نعرف العبارات نتاع الدنيا الكل. نقول له انت اللي رديت عايده نتاع توا ابخي سو باركور دو 22 ans سي با فاسيل، انك انت هديت حياتك ليا انا، وانا نتمنى نهدي لك كل حاجه مزينه في الدنيا وكل حاجه خلقها ربي مزينه، راهي باش تكون انت الحب يا سالم. يعطيكم الصحه، شكرا للي فتحتوا لنا داركم وقبلتونا. فقط انا رسالتي الاخرى للدوله، يعني اليوم عايده هي اخصائيه بسيكولوجيه، دونك كما قلنا دو ماستر، وتخدم في جمعيه في نابل، جمعيه رعايه الاصوم. انا جيت شفتك، يعني ما نحكيلكمش كيفاش تعارك على وليداتها، هذا ما قبلوش في المكتب وهذا عنده مشكله، كيفاش يعني اخت الاحاطه النفسيه تقوم بدور هام جدا. يعني نحب نسال الدوله، انا اليوم عندنا انسانه دوبل ماستر الوحيده تقريبا في اختصاصها في البسيكولوجي دو لونديكاب، وهي يعني ما هاكم تشوفوا، يعني كان نحكيو على اونديكاب تجسد في معنى الكلمه، لكن في معنى الواقع هي العزيمه وهي الامل وكل شيء. يعني فيش تستنى دولتنا للاستعانه بخبرات؟ انا كنت نتمنى كي جيت هذاك تقول لي راني شيف سيرفيس في وزاره الشؤون الاجتماعيه، راني عندي ادارات نتبع فيهم في الجهات الكل، هذا شنو نتمنى يعني اليوم بالحق. وهذا يلزم يكون كلزم حتى بمرسوم، نشوفوك عايده في المنصب اللي تستحقه، مش على حاجه، لانه ريت هالبوزيتيفيتي وهالايجابيه وهالمحبه اللي عديتها لنا. ناكد لك برشا اطفال اصحاب اعاقات واوليائهم بحاجه انك تعديها لهم في البوست اللي انت تستحقه. كما قلت، وراء كل امراه عظيمه رجل، زاد ما نقصوش من المغيت نتاع سالم، وراء كل رجل عظيم امراه. تيك صحه يا عايده، يعيشك عايشك سالم، يعيش. ربي يفضلكم البنوتات، ربي خنسميهم ونحيوهم. احنا انا عندي بنتي سلومه الكبيره سلام، وعندي سجود سيزيام اني، وعندي سجاء، وهما بنوتات ما شاء الله عليهم قويين بالقدا ومحليهم وقرايين. وانا نحب جوست عندي كلمه اخيره نحب نقولها، نحب نشكر كل من امن بيا وكل من حبني وكل من سندني في الثنيه الصعيبه اللي شقيناها انا وسالم، ونحب نشكر اصحابي، نحب نشكر عشيرتي اللي هي عملت معايا برشا به، ونحب نشكر كل عبد شد على يدينا وخط بينا واد وتعديناه بمحبتهم وبمحبتنا، نحن كنا اقوى. وراهو ربي سبحانه وسع الحب، يقولوا يا ناس حبوا الناس، الله وسع الحب. ما خلت لي ما نقول عايده نحبك برشا، سالم يعطيك الف صحه وشكرا لقدومكم حذينا. بعد الفاصل ما زلنا الحلقه الاولى، حبت انه جولتنا تكون في الوطن القبلي، حكايه حب غريبه ومختلفه، مدام ثريا وزياره العالم ثريا. بعد الفاصل نرجع لكم في الحلقه الاولى من انتي الحب.